عيد الأضحى وقع لي اعتداء مع الصباح. يلا فقت، جا واحد ولد الجيران قال لي راه حاضي واحد الحاجة حدا الباب، هو أصلا قلت وقلا بغى يشفر، قلت لي ما تجيش هنايا حدا الباب راه داكشي أنا حاضية، ويضربني بواحد الزروة طحلني من هنايا وهبطوا واحد اخرين. يلا سكنوا عندنا جداد في هذيك الدار وما عرفتش واش من عائلتهم ولا من المعارف ديالهم، بغاو يتحاموا عليا بغاو يضربوني، بقاو تيسبوني تيسبوا في الوالد ديالي الله يرحمه في النهار الذكرى ديالو. انا هزيت غير صاك ديالي صغير وجلابيتي وخرجت هربت، بقيت كنغوت كنقول لهم عيطوا على البوليس عيطوا على البوليس. ملي مشيت قطعت شانطي درت بانوا لي البوليس يلا وقفوا، الوالده ما كانتش، كانت مشات تقلب على تريسيان. من هذاك النهار مشيت حدا الحبوس فرجت كارطونه بقيت ناعسه، قالوا لي الناس مالك شافوا الدمايات وشافوا داكشي، كنت مرة وقع لي اعتداء وداكشي، قالوا لي جلسي هنا واحد اليومين على الله يحلوا غدا صحاب شكايه تكتبي شكايه. بقيت كنبات تما في الكارطونه، جات واحد السيده قالت لي انت ديري شكايه جمعوا لي الناس الفلوس عطاوني لي زار. مشيت درت مقال دفع، مشيت لجمعيه العنف ضد النساء والاطفال وريتهم تصاور بالدم وداكشي، كتبت شكايه. من تما عطاوني رونديفو قالوا لي باش ندير محضر في الحي المحمدي في الكوميساري اللي في حي المحمدي الطروازيام. من هذاك النهار وانا جالسه هنايا قلت لهم نمشي حدا البحر بعدا نلقى فين صبن حوايجي، ما كاينينش بعدا الحشرات وداكشي، وانا دايره الزيف وتنصلي. الناس راه تيتعاونوا معايا كل مره تيحضيو معايا تيجيو تيدوروا معايا، حتى الشعب اصلا ولا تيعرفني كيف كيجيو كيعطوني الماكله وكيمشيو. دابا تنتسنى الموعد ديالي نشوفوا شنو غادي يديروا معايا. عندي مستوى سيزيام وعندي ديبلوم فرنسي درت تكوين برا، منين جيت خدمت شي خدمات بساط هنا كنت في مارسي، ومنين جيت بقيت كنخدم خدمات بحال هكا طومبوغي غير في مره في ماكدو مره في الميناج مره هنا مره هنا. منين شفت تعيد قلت غنمشي نشوف المحل ديال الوالد فين وقع لي نيت فين المشكل، كانت مصحه ديال الاسنان قديمه من الثمانينات وسدينا مؤخرا مع وقع لنا شي مشاكل. ايوا منين قلت زعما كنا لقيت شي محسنين يعاونوني ولا شي جمعيه ندير نحل انا داك المحل ديال الوالد ونخدم فيه. صح منين مات الوالد دابا لمده عامين وانا تعرضت لثلاثه الاعتداءات مع انني ما كنمشي ما كنخرج مع حتى شي ناس. منين جيت وانا جالسه في البيت تاع الدار ما تنخرج ما تنمشي لحتى شي بلاصه ما تنجمع مع الناس ما والو، توقعوا لي هاد الاعتداءات هاد. هادشي كان شحال هادي في 2000 تقريبا 2004 وداكشي، كنا حنا بجوج هي ماتت. دابا منين وصلت نوبتي انا حتى انا تنبغي ندير شي مشروع ولا شي خدمه ولا شي حاجه تنتعرضوا لاعتداءات. ما عرفتش انايا ما نقدروش اصلا حنا نعرفوا شكون، حيت حنا كنا اسره بسيطه كنا اربعه، كنت انا والوالد اختي والوالده، ما ماشي هو الوالده ما قارياش، الوالد كان عنده نيفو كعرف دونتيست في الثمانينات كيكون عنده النيفو ديال الاعدادي ولا وكيديروا دي فورماسيون داكشي صافي. وحنا كنا اسره بسيطه ما عندناش مع الناس بزاف ومع ما نقدروش نعرفوا شكون اللي يقدر يدير لنا فحال هكاك. لا ما عجبانيش حيت اصلا حوايجي ما حاضيهمش، وانا بالليل ما تنقدرش نعس، يقدر يجي اي واحد يخشي فيا شي موس ولا كنا عاد جا واحد شفر ليا من البسطام ديالي دور معايا عاوتاني الناس، يعني معرضه للخطر. ولكن شنو دايره في يد الله حيت اللهم هنا ولا عاوتاني نفس القصه غتوقع ليا في الدار وتوقع ليا تما اعتداءات. هادي هنا بعدا باقي لحد الان ما وقع ليا والو، مع الناس كيجيو يخيموا داكشي وتيعرفوني كتبان لي حالتي اني ماشي انسانه، ما عنديش ابسط الحقوق الانسانيه ديالي، ما يعني الفراش راه غير الوضوء والطهاره باش بنادم يتسترك. شتي منين جيتي قلت لك بلاتي تندير لي زار حتى كنلبس حوايجي عاده شان نمشي، يعني ماشي انسانه امشي ما كنتعتبرش نهائيا من الحياه ديال الانسانيه وداكشي، ما عنديش ابسط الحقوق باش نتوضا، وعندي واحد الاعاقه نسبيه كي عندي مشكله امراض وداكشي البروده. دابا راه الصيف ومريضه انا بالبروده حيت حتى واخا تنعس في الارض حيت المراه ماشي بحال الراجل من ناحيه الصحه ديالها وداكشي. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.